هل فعلا اتقال انه لو هتعمل برنامج في قناة النادي الاهلي يبقى برنامج ترفيهي مش برنامج رياضي بس؟ والله انا ما ذاكرتش تيلي ماتش قبل كده، يعني ترفيه يعني ايه ترفيه؟ يعني لا طبعا ده كلام فيه البعض لما اول ما بيسمع ان انا هرجع القناه بتنتابه حاله من ما اعرفش ليه، سواء في بعض الناس بتكتب او بعض الناس اللي بتتجاوز. ما فيش الكلام ده خالص، الكلام ده مش مظبوط، لان انا قريته فعلا في ناس كتبت كده. فتخيل انت بعيد اساسا وما بتشاركش في اي حاجه، وبتتدخل لحمايه ناديك في لبعض الوقت زي اي حد من الجماهير عن طريق السوشيال ميديا، او لما عايز تتواجد في اي مكان ترد على حاجه معينه فيها لغط او عبث بتاريخ النادي الاهلي. فلازم تبقى موجود، ولاد النادي الاهلي لازم موجودين في كل مكان. فلما تقلل قصه القناه دي، لا حصلت قاعده، انت اخ عزيز بقى مع استاذ محمد كامل ومع الشركه الراعيه جوه قناه النادي الاهلي، وقعدنا. بس ان شاء الله هبقى موجود في الوقت المناسب، مش فكره ان انت تتواجد وخلاص، فكره ملهاش علاقه بترفيه او مش ترفيه، هي فكره تخص الجماهير كالعاده. انا مؤمن دايما ان الجماهير هي في المنظومه الاهم، فالجماهير مش موجوده، الجماهير قاعده في يعني احنا كنا بندردش، يعني خلينا بقى من يعني نقول حاجات من الكواليس واحنا بندردش قبل الهوا. قلت لي بالنسبه لي اهم حاجه الجمهور، انا بشتغل ليرضي ضميري والجمهور حاطه قدام عيني، ماليش دعوه باي تفاصيل ادخل فيها. مش انت قلت كده؟ ايوه، نفس المدرسة دي يا ابراهيم، ده الأهم، ده اللي هيرفعك، ده اللي هيوديك في المكانة اللي أنت عاوزها. بس بتاخد وقت شوية، بس المدرسة دي هتنجح، هتنجح، أنا مؤمن بده، لأن الجمهور لو صدقك أنت في حتة تانية. فده اللي أنا كنت بشتغل عليه أو بفكر فيه طول الوقت.